انتباه، الرجاء الانتباه، شاركونا جميعا، ارتدوا ازياءكم التنكرية وشاركونا الاحتفال. اهلا بك يا جاد في الحفلة التنكرية. مروان، كيف تستطيع الرؤية مع هاتين الرقعتين؟ لأكون قرصاناً أقوى مرتين من أي أحد. هذا منعش. ما الزي الذي ترتديه يا جاد؟ كيف حالك؟ هاي، يبدو أن صوتك يشبه كثيراً صوت دانا. كيف حالك؟ دعيني أخمن، تقلدين المديرة صحيح؟ لا لا لا، خبيرة بالإحصاء الرياضي. تنكر جيد صحيح؟ أجل، ألا نستطيع ارتداء ملابس شخصيات الرسوم المتحركة؟ رسوم؟ ولكن لن يكون الاحتفال مميزا. أجل يا جاد، ألا تحب التجديد؟ أنا مستعد للحفلة التنكرية. هل ترتدي عجلة القيادة؟ أجل، وأضفت المرايا والوسائد الهوائية أيضاً لأحمي نفسي من أي اصطدام مفاجئ. بمن ستصطدم هنا؟ مرحباً جاد. اسمع يا سامي، لدينا الآن مهمة، سنراقب الطلاب ذوي الأزياء المضحكة. توقف يا جاد، لماذا تقفز بسرعة هكذا؟ إنهم طلاب أذكياء جداً، دائما يبتكرون ألعابا جديدة ويذكرونني بنفسي عندما كنت شابة. كنت مملوءة بالهمة والنشاط. الأنسة خبيصة، كانت قوية مثل خلاط كهربائي. سامي، تحتاج إلى زي تنكري. سأبحث لك عن شيء يليق بك. لقد نسيت تماما، أنت فأر ميت. لا تقلق، سأجد لك ما يليق بك. هيا بنا نبحث. جاد، أعرني زيك. أرجوك. لا يا منيرة، إنه ثقيل عليك ولا يمكنك حمله، إنه للصبيان. ها؟ ماذا؟ تقصد أنني ضعيفة؟ لا، لم أكن أقصد هذا. اسمعيني، زيك يناسبك جدا، يناسب الفتيات. منيرة، أنت بخير؟ لم أقصد أنك ضعيفة. أنا قوية جدا. ابتعد عن المركبة، أكرر، ابتعد عن المركبة. أنا لم ألتقيك من قبل. إنه مدرب المصارعة الحرة الأقوى في المدينة، هو ضيفنا اليوم. سررت بلقائك، اسمي هو منيرة، أنا زعيمة الصف. أجل، يقول إن المصارعة الحرة تناسبك. حقا؟ لنبدأ التدريب. توقفي، لا، ليس وقت الحفل التنكري. أنا أستطيع تدبير أمر موعد تدريب خاص لك. حلمت كثيرا بأن أكون فتاة قوية جدا تصعب هزيمتها. هل تسمع هذا يا جاد؟ لكن السيد المصارع يريد كوبا من العصير، الجو حار. أرأيت؟ الجميع معجب بهذا الزي التنكري اللامع أيها الفأر سامي. فكرة الزي التنكري رائعة. منيرة، اسمعي، اعتذر من الكلام الفظ، انما كنت اقصد. لا داعي للاعتذار، لدي الان مدربي الخاص. رائع، زيك رائع، وهو لامع وغريب ايضا. ابتعدنا يا فتيات، انه مدربي الخاص، انه اقوى بكثير من جاد. أيها المدرب فلنبدأ. أريد أن أكون فتاة قوية. لحظة، لا يجوز التدرب في
الحفل. رائع، أسلوب تدريب جديد ويعتمد على المرونة. هناك شيء غير مفهوم. حسنا، سأجرب هذه الحركة. علي أن أقترب أكثر وأتعرف هذا الضيف الجديد من كثب. انتهى الوقت. انتباه، الرجاء والانتباه، سأعلن الفائز بجائزة أفضل تنكر في هذا العام. لقد صوتت لك يا سيد كامل الأوصاف، يعجبني زي الدجاجة هذا. شكرا أيها القرصان المزدوج، هذا ليس زي دجاجة، في الحقيقة هذا زي صقر. صقر ذو أجنحة عملاقة. ما؟ هذه بيضة صقر عملاقة تأتي مع زي الدجاجة، أقصد مع زي الصقر، أقصد لا يهم، سأكمل كلامي. والآن سنعلن اسم الفائز بمسابقة هذا العام. صاحبة أفضل زي هي الفتاة ذات الزلاجات الوردية، وأفضل صبي المدرب ذو الدرع اللامعة. أرأيت يا سامي، أنت الفائز، أقصد مدرب المصارعة يقول شكرا لكم جميعا. حان الوقت لتسليط الضوء على هذا الضيف. لقد وصلت أدوات مطبخك. أدواتي؟ ربما وصلت خلاطة الإسمنت الضخمة لأعد الغداء بسرعة أكبر. اسمع جيدا، لعبة المصارعة صعبة ولا يجوز أن تدرب منيرة، تلكمني بقوة كبيرة جدا، دربني أنا. هذا الصمت القاتل لن يجدي معي نفعا يا قوي، أشم رائحة عفنة من القصة. أنا أكلمك، هل من أحد هنا؟ سامي؟ مدرب منيرة هو فأر ميت؟ ستصدم عندما تعرف الحقيقة، لن أدع هذا يحدث. انتباه، الرجاء والانتباه، حان الآن وقت تكريم الفائز والفائزة لننهي هذا اليوم. أسرع فقد مللت. سأخلغ الزي. لا تظن أني دجاجة، أنا صقر جارح. حسنا. أسرع يا سامي، سيفوتك التكريم إن وقفت بلا حراك. الفوز جميل، أنت تستحق الفوز، والآنسة خبيصة تفتخر بفوزك كثيرا. سامي، كيف تحرك هذا؟ أنت ميت. لا سامي. جاد؟ 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 هذا أنت يا 300؟ جاد، أين وضعت سامي؟ لقد تبادلنا الأزياء، سيحزن الأصدقاء عندما يكتشفون أن المدرب فأر ميت. ستأخذ مكان المدرب، جاد هو مدرب المصارعة الجديد. لست قويا كما يجب، لا أعرف شيئا عن المصارعة. لقد اعترفت، أنت لست أقوى مني. جاد، سأثبت لك الآن أن قبضة يدي هي الأقوى. لحظة، لا لا لا، أنا هل رأيت؟ سامي، صار لديك كثير من الأصدقاء. أنا وحيدة، وحيدة جدا، حتى الفأر سامي يستمتع بوقته.